في استعادة لنغمة التهديد في هرمز، توعد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق مدعيا سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، ومشيرا إلى منع القوات الأمريكية من التواجد في مياهه. هذا وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن إيران تراقب السفن العسكرية والتجارية على حد سواء، ولا تستبعد إغلاق المضيق لوقف عمليات الشحن البحري عبر الخليج. ويعد التهديد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أو السيطرة عليه ورقة دائبة إيران على التلويح بها مع كل أزمة تواجهها، وفي ظل معاناتها من العقوبات الأمريكية وتدهور عجلة اقتصادها، عادت طهران إلى نغمة التهديد عينها عبر تصريحات للحرس الثوري بإحكام سيطرته على الخليج ومضيق هرمز ومنع القوات البحرية الأمريكية من التواجد، وذلك للرد على عقوبات الولايات المتحدة التي فرضتها مؤخرا للضغط على السياسات التخريبية لنظام الولي الفقيه في المنطقة.